الله سبحانه وتعالى لم يختص أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط ببر الوالدين، وإنما أمر به كل الأنبياء وكل الأمم. يعني بر الوالدين مذكور في كل الأديان. يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هو بني إسرائيل، ومع ذلك قال: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث. يعني ثلاث آيات مرتبطة بثلاث آيات. لا يقبل الله واحدة دون أختها أو دون قرينتها. قال تعالى أما الأولى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد أن يطيعه ولا يطيع نبيه. نعم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما الثانية قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقال ابن عباس: فمن أقام الصلاة وضيع الزكاة لم يقبل منه. وأما الثالثة وهذا الشاهد، قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. فمن شكر الله سبحانه وتعالى ولم يشكر لوالديه لم يتقبل الله سبحانه وتعالى.